عدنا لحضراتكم. بشوف بعض المواقع كده بيقول لك ضبط اكبر شبكه لتبادل الزوجات بشبرا. ده الواحد بقى في نكد والله العظيم. انا مش عارف الخرنجات مالهم بيكتروا ليه كده؟ انا مش فاهم. يا راجل خرنج كده واخد مراته ويقابل خرنج تاني يديله مراته، انا اسف اللفظ بس ما اتقالش الا كده بالبلد يعني. يعني انت بقى مش فاهم انا حكايه ايه تبادل الزوجات دي ولا تبادل الازواج دي، ما اعرفش. يعني يخش يقول السلام عليكم خد مراتها، يقول السلام عليكم خد مراتها انا كمان، يقعد مع مراته شويه وده يقعد مع مراته شويه، بعدين بعد كده كل واحد ياخد مراته ويروح. ما ينفعش كده يعني. دول بلاش تكتب عنهم خالص، بلاش يعني، كفايه اللي احنا فيه يعني. كل شويه ظابط شبكه لتبادل يعني مش مقضينا حتى اللي احنا فيه. تبادل الزوجات تاني، ما تطلقها يا عم، طلقها ولا هببها ولا هلع فيها ولا هتولع فيك ولا والله ببعض ولا تهببه ب60 نيله يعني. ايه الحاجات الغريبه اللي قاعد بيسمعها في البلد دي؟ تبادل ازواج وتبادل زوجات وتبادل قرب ونيله. انا بس تواصلوا معايا من الاداره دلوقتي ال10 دقائق وال7 دقائق وال8 دقائق اللي احنا اتاخرنا فيهم، او التوضيح ما كانش وصل لي، بس هم وصل لي دلوقتي انه كان بسبب نقل خطاب رئيس الجمهوريه من بمشاركته في الاجتماع الخاص بليبيا. ف يعني خد جزء من المسلسل اللي هو ظل الرئيس، فالمسلسل اشتغل عادي عادي عادي. فال10 دقايق بتوع اللي كانوا في خطاب الرئيس لحد ما خلص كلمته يعني اتاخدوا مننا هنا، بس ما كانتش المعلومه واصله لي. لما وصلت لي قلتها لحضراتكم يعني. ف يعني لذا لازم التنويه.